دانوش يا دانوش. اسم الله. يا 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 هلا بعمي. يا هلا يا هلا. وين الخالي؟ ايه الحين كان هان وراح للمجلس، وهو شيخ وراعي ما يصير. ومين وخاين بعد ما يصير؟ قصدك يعني انه عم ابو كمايل صاير يسرق؟ ليه؟ هو بي شيء من حلالك ينسرق؟ لا بس سمعتك تقول امين وخاين وظنيتك تقصد ابو كمايل. دانوش انت نسيت وش يقول ابو كمايل؟ لله ما نسيت، هو خالك وانت ولد اخته وامك اخته وهو اخوها، وكمايل بنته وهو ابو كمايل، وامك تكون عمة كمايل وانت ولد عمة كمايل، وهي بنت خالك لانه امك اخت ابوها. شلون ما اعرف يا عمي؟ زين زين يا دنوش، وكاد تعرف وش يكون دواش المطلق؟ ايه عارف يا عمي، دواش ولد عم مطلق، ومطلق ولد عم دواش، وابو دواش يكون اخو ابو مطلق، وابو مطلق. كافي كافي يا دنوش، هذا انت تعرف كل شيء. معلوم يا عمي معلوم، اعرف كل شيء. لعاد وكاد تعرف ليه دواش انطاك 20 نعجة؟ ايه يا عمي ايه عارف. ليه؟ لانه كريم وسخي وصديقي بعد. ترى انا ما احب مطلق ولا احب اسمع سيرته، لكن دواش بلعون احبه واحب اسمع سيرته واهرج معه بعد. وين هو الحين؟ مع حلالك ويرعى بيه، لان اليوم فدعوس ولد جارد ملفع قال ايش وده نعجتين عن كل شهر يرعى بيه يا هم ملالي. زين يا دنوش، لعاد دير بالك على حلالك وحلال خالي جويعت. وداصل لعند دواش، سمعت انه هدو يتجوز واحدة اسمها فناطح. وش اسمها يا عمي؟ اسمها فناطح. وابوها ابوها وش اسمه؟ خاف الله انه اسمه جنيدة. وكاد؟ اي وكاد. لعاد ليه دوم سيرتكم مايل على لسانه؟ شلون يا دنوش؟ إيه أقول يا عمي أنت روح لبيتك وبس يلفي دواش أقول له إنك سألت عنه. إيش رأيك؟ إيه إيش رأيي؟ سلم عليك. إيه بمان الله بمان الله. إيه عمي عمي يا خير. أنت وش دراك عن سالفة فناطح بنت جريدح؟ من كمايل ليه؟ لانه هذا السالفه ما حد يدري بيها غيري انا ومطلق ودواش، ونسيت اني هليل تمس سالت كمايل عنها. ليتك يا ولدي يا مساعد بعد الشيوخ اللي ما واحد بيهم كلف حاله ولفى يتطمن علينا يسال ويقول ويش يلزمكم ويش ينقصكم. ما يحشم الضيف غير ابن الاصل ومساعد، هو اللي ما شفته قلت وكاد هذا هو عقيد فرسانهم واشجع رجالهم. وانا اقول هيك بعد نروح البيت نتي قهوه. لله لله يمه، ما ودنا قهوه لنا من علق الشيخ وافي، وانا هلول المشاكل غير ارجع الدله والقهوه لبيته، لكن عاد أخاف من زعل فضة علينا. وأنا أقول هيك بعد، وخسارة خسارة أنها تكون بنت الشيخ، لأنها أحسن من أبوها وأخوها بعد. أنت يا ولدي يا مساعد متجوز؟ لله يا خالة بعدني. وليه لله؟ هذه سالفة طويلة يا مطلق، وساس البلا بيها صقر. صقر؟ ولد الشيخ غانم ما غيره؟ إيه هو يا خالة. أي وشلون تسكت عليه؟ مساعد ما هو ساكت، لله ما هو ساكت، مساعد صابر لما يلف الوقت المناسب، مو هيك يا مساعد؟ إيه يا خالة، وانتظر الفرصة السانحة ساعة بساعة.
انت هبيله يا ولد، ليش اللي ترد عليه؟ لله انا ماني هبيله، انت ما ودك تدلني على ديرة فناطح لانك انت ودك اياها. انا ما ودي فناطح ولا عارف ديرة فناطح بعد. العادي شلون ودك تساعدني وانت ما تدل ديرتها؟ ها شلون؟ اللي يسأل ما يتوه يا اخوي، انا ودي اروح ادور على ديرة فناطح، وللما لقيتها اروح ادور على مطلق وغصب عنه وده يدلني على ديرة فناطح. وكاد انك ما تجذب علي. وليه اجذب عليك يا اخوي؟ ها ليه؟ انا وش مستفيد ما تجذب عليك؟ انا لولاني احبك ما ساعدك ولا اعطيك 20 عجة. بعدين اسمع، ان كان ودك تظل صدق عقاب وتشذبني نكس لي على 20 عجة وكل واحد منا يروح بحال سبيله. ها وبعدين فناطح ودي اجوزها الفدعوس. إيه لله لله يا عمي، إيه هذا فدعوس، انا ودي اياها يا عمي. وتوبه توبه ان نسمع كلام واحد غيرك بعد اليوم. امه هيش وبس، كل كلمه تسمعها بالديره تلفي وتعلمني عنها، تفهم؟ ايه فاهم. يلا يلا عاد روح الحلاله واللي في عقاب واسالك كيف الدواش. هرجت مع دواش قل له لله، ونجاب لك سيرة كمايل ولا فناطح قله يا عمي عقاب انا روايعي وما لبها السوالف، وبعدين انا ما ودي اتجوز لا فناطح ولا غير فناطح. لا يا عمي ادخلك يا عمي، يريدها ودي اياها يا عمي، ادخلك يا عمي ودي اياها. لا بلشتها البلشة يا رجل الحشي هذا قدام عقاب وبس. الحين فهمت. ها الحين فهمت. بعد يلا هبو، يلا على حلالة. بخاطرك، مع السلامة. والله صاير ما انت قليل يا اللي اسمك عقاب. تليها معك يا غانم، المتى ودك تظل على هالحال؟ العلم عند الله يا وافي، هو اللي يدري بالمودر. وكلها لله يا رجل وانسى السالفة، اهرج وسولف بأمور ثانية، والهموم خلها الحين. يا هلا باللي غاب وخلانا حط ايدي على قلبي خوف انه ما يعاود. ويا ريتني رجعت بنتيجة، الكل كان مستغش مني، واللي كان على باله يبيعني شاه وحدة طلع وده ثمنها بالحال، والكل قال ما نتعامل بالدين. وش اسم شيخهم؟ ما سألتهم، وصلتهم بالليل، ويوما حسيت انهم استغشوا مني انهزمت. ومرحل حلال بعيد عن بيوت؟ لله قريب، هو لو انه بعيد معقول هرجع ودي فاضيات؟ اي كان على القليلة 10 أشياء. خلهم يجهزوا لي غدا. تامر يا خليف، وعبين ما يجهزوا لك الزاد قوم معي خليني اوريك ضيفنا الجديد. ها وعسى عليه القيمه، الحين شوفه بعيونك. قوم. خليف عاود؟ إيه، يعني ما خلصنا منه مثل ما تمنينا. لله ما خلصنا. هو
وش اسمه؟ ومن أي ديرة؟ للحين معلم. آه. لعاد بعد الغداء. آجي وغديه زين. إيه. ويكاد غير يقول اسمه. لأنه اللي تدلل لابد ما خليه ينذل. وأنت قدها وقدود. إيه. يلا. أنت ما عليه غير تصطاده بالوقت المناسب. وحينها عقاب يتربط مكانه لما يشوف صقر طب برضه. ليه أنا وأنت ما نصيدهم اثنين؟ حينها يروح كل تخطيطنا على الفاضي. الزوم نلزق التهمة بعقاب. ايوه وافرض طاشت رصاصتي الأولى وكاد غير يحتموا ورا شيء. وحينها ما أقدر عليهم اثنين. وكاد ما يوفروني. وكاد ما يوفروك لان كنت ناوي تطخ عليهم من بعيد. يا اخويا مساعد البد بمكان قريب منهم وعاين زين واضغط عزناد وهاهي. وبعدها الكل يقول لك الف مبروك عليك فضه. علامك يا خليف. ما بي شيء. تتعرف المنيع؟ لا لا ما اعرفه. وين لقيوها الرجال؟ ترى الرجم الشرقي. وشلون قضبوه؟ ما يهم شلون، المهم قضبوه. لا يا جريد، المهم اعرف شلون قضبوه، بالليل ولا بالنهار، هو قاعد ولا هو ماشي، صاحي ولا نايم. قضبوه بالليل وهو نايم، والرجل قد حاله، ولزوم نصبر عليه حتى نعرف من هو ومن اي ديره. وهذا رايي بعد، خله يوم يومين على ما هو وبعدين نحكي معه. يومين كثير واحنا ما نعرف وش يصير معنا. وانت وعدته انك تغديه بعد ما تتغدى. ايه قلت. وانت الحين قلت لزوم نصبر عليه. ايه صحيح، بس مو يومين، خله الباشر الصبح والليلة نخله ينام بدون غطاء، وكل ما غفي نصحيه. وظن هالطريقة هتجيب نتيجة احسن من الضرب. العاد اترك السالفة لي. وانت قدها وقدود يا خليف، غديه زين لما يشبع. يا هلا يا هلا بأدعم الشيخ. فوت وادعم الشيخ، فوت. وش علوم مطلق؟ مطلق؟ هو وين هو الحين يا طويل العمر؟ والله أعلم وين هو، فوق التراب ولا تحته. لكن وش اللي خلاك تسأل عنه يا طويل العمر؟ فعايله ذكرتني بيه. فعايله؟ وش تقصد؟ أسأل حالك يا دواش، تذكر فعايل ولد عمك بدنوش؟ وكاد مثل اللي تساويه الحين بدنوش. أنا انطيت دنوش وما خذيت منه يا ولد الشيخ، واللي ينطي ما هو مثل اللي ياخذ. ومن متى تنطي الناس يا دواش؟ وبالأخص دنوش. ألين الواحد تحير بالناس يا ولد الشيخ؟ لن منطى يقولوا عنه بخيل، ولن حب يكرم يقولوا له يكرم. كل شيء له حدود. وريد أسألك سؤال وما أريد تجاوبني عليه الحين، فكر بيه على مهلك. قول. وهذا نسمع يا ولد الشيخ. دواش، انت فكرت زين قبل ما تجيب طارق ومايل على لسانك؟ هلا هلا يمه. مسيك بالخير. يسعد مساك. مطلق، من وين لك البارودة هذه؟ انطاني اياها مساعد. بارودة ابوه الله يرحمه، الها نصيب تطلع من الصندوق. ولدك
يضغط على زنادها. وليه تضغط على زنادها؟ ما زالنا قادرين ناخذ الودن يا من مساعد بكلمتين. الحذر واجب يا مطلق. الحذر ما هو بالطريقه هاي يا ولدي. ها لعاد شلون؟ ضبها واخفيها زين وانا علمك شلون. انداري عنك يمه، متى وديك تخليني افكر من حالي؟ يا ما تصير تحسب ما تحسب لك كل شيء يا ولدي. قوم قوم يا الحبيب، قوم. من من قوم من قوم قوم عم دواش. انت وش كاين تخربط يا السقيطة؟ وش كاين تخربط؟ انا يا عمي اطلقني يا عمي، قاعد بحذني يا عمي، ودي اموتك وخلص عليك. انا وش قلت لك؟ وش قلت لك؟ وش قلت لي؟ وش قلت لك انا؟ وانت وش قلت لي يا عمي؟ انا ما قلت لك ما تحكي مع عقاب ولا تشلمه وحده؟ ها يا عمي ما حكيت معه، ما حكيت معه، ما حكيت معه. لعاد من هو اللي قاله اني جايب طايريكم هايل؟ من هو؟ من هو؟ ودفهم من هو؟ يا عمي انا لساني زل بكلمي كلمه وحده وبعديها سكتت. هيش لعاد يا عمي المره هذه اسامحك، لكن مره ثانيه ودي يكون لك اذا انت تسمع وثم ما يحكي أبد، فاهم؟ إيه فاهم يا عمي، فاهم فاهم. لكن أنا ماني فاهم يا دواش. ما ظل وقت للتفكير يا مساعد، باكر ولا بعد باكر يكون هان، وانت الزوم تصطاده برات الديرة وما عليك من الباقي. أنا يا أخوي من حالي ما أقدر، الزوم تكون معي. أنا الكل شك بأمري لو طلعت معك يا أخوي مساعد، لن ضيعت هذه الفرصة من إيدك تروح عليك فضة. يا رجل يا رجل، اللي يحب وحدة يساوي أكثر من هيك لجلها. خلاص خلاص يا أخوي أنا موافق. ومن باكر تطلع من الديرة وتقول انك طلع صيد. يلا قوم الحين روح نام ببيتك. ايه يلا نسلم عليك يا اخوي. مع السلامة. وش رايك بعقل ولدك؟ هالحين صرت تفكر زين يا ولدي. يمه ودتي عشي حلاوة. لا يا ولد الشيخ، انا ماني مثل ولد عمي، انا اللي ارميني بحجر ارميه بحجرين، وان كان معاه كلام وفره لما يلفي عم الشيخ. وانت يا دنوش، ها نحكي معك كلمة واحدة، ودك تعلمني تفهم؟ إيه يا عمي إيه. وأقول بعد إيه، قول. كل كلمة قال لك إياها هو ولا مطلق ولد عمه عن هذه اللي اسمها فناطح ودي إياك تنساه، تفهم؟ وليه أنساه يا عمي؟ لأنهم يضحكوا عليك يا الهبيلة. شايح سلامك. شايح اجري يتلفها. قوم قوم. شلونك يا خليف؟ بخير. شلونكم يا رجال؟ بخير خير. زين زين، جيت اتفقدكم ظنيتكم نايمين. وشلون ننام احنا حراس؟ هي هي شو ودي اياكم. وهذا كم مرة صحيتوا هالليلة؟ مرتين. مرتين؟ اي لا مرتين ما يكفي.
انت قم قم على واه النحول بيك يوم. شو بدك تساوي؟ كل شيء بوقته زين. الحين وقت نومك، نام والصباح رباح. خلنا نصب لكم قهوة. بالك يا وافي باكر يعاود. علامك يا غانم، انت نسيت المسافة من هان لديرتك. الليلة يصل والله أعلم، يجوز انه يصل بوقت متوخر وينام هناك، والصبح يطلع من الديرة وهيج ودهم يومين لما يصلوا. وانا ظل هيك والنار قايده بقلبي يا وافي. وكلها لله يا عمي، وكلها لله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. لا ما هو معقول، معقول هذا ولد عقاب؟ معقول الحقد مالي قلبه هالقدر؟ معقوله يسوي هيك ونفديه بروحي؟ معقوله ولدي يفكر هيك تفكير؟ ليه يفكر هيك؟ حبه بقلبي يزيد يوم عن يوم، ليه؟ قول يا وافي، قول يا وضاح، قول لي ييبه. عز الله ما انا مصدق يا غانم، لكن الرجل استدخل علينا، وانت سمعت باذنك وش قال، وانت اللي استعديت وما عرض، وانت اول واحد صدق، وبنفس الوقت ما تقدر تقول لراعيك انت شذوب. ولما يصلوا عيالك تبين الحقيقة. يا ويلك مني يا مطلق، يا ويلك مني إن كنت كذوب. اقعد هاني بهذا المتشح. هان؟ ايه. ها. ها. لد عاد من هان وشوف شلون وانا اخوك. ها وش قلت؟ مكان زين حتى ضباع ما طيق القعده بيه. يي اي هو انت ودك تعيش العمر بي؟ هو تالي هاليوم ولن مدت الباكر الصبح. لا يا اخوي، ان ودي اظل هان الزوم تظل معي. معقول؟ معقول يا رجل ما ودهم يسالوا امي وين ولدك؟ وين راح؟ وليه طلع؟ انت ودك الضبع تاكلني ولا لد بعيوني؟ يا رجل يا رجل، هذه ويش تساوي معك؟ خفلت حسابها شبريه. هذه برودة الطق اللي ودك إياه من ممشى نهار. انت ما عليك غير تقعد هان وتنتظر لما يلفي صقر وعقاب، وتوجه البرودة على اللي وده ياخذ منك فضة وتطقه بين عيونه. وهاي هي اقضب، اقعد الحين وين ما ودك. ودواش وين عنك؟ قال الدنوش انه ما وده يرعب حلالنا. يا ليه؟ وايش جد عليه؟ تسمعي بالمثل اللي يقول ركبناه ورانا مديده على الخرج. معلوم اسمع بيه. دواش هيك. وانا يا اخوي دنوش ما سويت هيك غير لاجل وعدي لك. انا وانت يا دنوش رعيان،
ولزوم كل واحد منا يشفق على الثاني. يعني لان انا ما حنيت عليك وانت ما حنيت علي، من اللي وده يحن ويشفق علينا؟ الشيخ ولا عياله؟ بعدين عقاب لو انه قلبه عليك كان ما طرد مطلق من الديرة، مطلق خويك اللي كان وده يجوزك فناطح بنت جنيده. يا اخوي انا هيك محتار، ما نصدق اصدقك انت ولا عقاب. اه وليه تحتار؟ صديقك مبين وعدوك مبين. صديقك اللي ينطيك وعدوك اللي ياخذ منك. فكر على مهلك، فكر على مهلك وفكر زين، ولما تصل الجواب تعال وعلمني. يلا بخاطرك. ايه صحيح، مليح اللي تذكرت. تعال دنوش، تعال اقلب. دنوش خذ هذول واشتري بيهن اللي نفسك تشتريه لطليبتك، خذ وسدادهم بعدين ما عليك. خذ يا رجل. دنوش يا اخوي بس ارجاك، ودي السلافه هذه تظلي بيني وبينك، لانه هالناس لندريت الكل يقوم يطلبني ديني يا دواش، اعطيني يا دواش. انت تعرف الناس. خذ يا اخوي. اقضب يا رجل اقضب، حنا مثل اخوان، وكانك خايف على سدادهم. الله لا يرد. لله يا اخوي انا خايف عقاب يدري بالسالفه. وبعدين يا اخوي شلون ودى الهديه لطليبتي فناطح وانا ما ادري وين هي؟ اللي يسال ميتو. دنوش انا لو كنت مكانك اجهز حالي واروح ادور على فناطح، سياقها وصلها، ما ظل غير انك تصلها انت. وفكر زين بحالك يا دنوش، فكر زين بحالك. المثل يقول من خلف ما مات. لا تواخذني يا اخوي، توخرت عليك لاني نقلت حصانك هان قريب منك عند العشب. هان ذهابك وهان عباتك تتلهمد بيها، لان حبيت تخفى لك شوي. شلون ودي اخفى؟ شلون ودي يجيني نوم؟ لا عاد احسن واحسن، هيك تضمن اللي ودك اياه وبعدين تنام ليلك الطويل. وهاي القربه تشرب منها وتطشطش عقليبك. ودك شيء ثاني؟ ليه ما تسمع مني وتظل معي ليه؟ يا رجل هذه السالفة هرجنا بيها لما قلنا كافي. ها جاي لحبك من الحين، أريد أقول لك ألف مبروك عليك فضة. وين أبوش يا كمايل؟ على خبري انك تعرف تطرح السلام على الناس يا دنوش. ترى كثرة هرج ما وديها، وانا ما احب كثرة الكلام. انا سألت السؤال وجاوبيني عليه، ولا تقولي لي ابوش بالمجلس. ترى رحت هناك وما لقيته. وين انهزم؟ انهزم ولا ينهزم؟ ومن من ينهزم؟ مني ينهزم مني. وكاد انه عرف انه ودي اروح بحال سبيلي، قام انهزم خوف ما ينطيني حقي. وياتو حقك اللي خذاه مطلق، والله اعلم وين ساوى بيه. لله مطلق ما خذاه، مطلق ارسل الشياه المكان، ما حدا يعرفه غير انا وياه. وهالمره يا دنوش من يرسله؟ دواش؟ ايه دواش ما له خص بالسالفه. انت ما تعلمت يا دنوش، ما تعلمت من اسوات مطلق الخسيس. اسمع مني يا دنوش، انكس للحلال وخلي عقلك براسك. قصدك تقولي اني هبيله؟ اسمعي، ها ترى صبرت عليك كثير انت وابوك، وما ظل استمر مطرح. ان ما علمتيني وين ابوك اروح اخذ اللي ودي اياه، ودوروا لكم على راعي غيري.
أبوي ما أدري عنه وين هو، روح دور عليه، وإن ما لقيته روح لعقاب، هذا هو عند حلاله بالمرعى. أنا ما دخلني بعقاب ولا بغيره، أنا ود أبوك وانتظره من هان لما يجي إلى الحلال، ومثل ما قلت لك للملفة أخذ من الحلال اللي ودي إياه، وباشر الأيام أتعرفك من هو دنوش، لأني لن ظليت هان رايح أظل راعي طول عمري. مايل بخير؟ بدنا الله خير. وين ابوي؟ للصبح ما شفته، وش صار؟ دنوش وده يهجم من الديرة، وده ياخذ اللي يقدر عليه من حلالنا وينهزم. وكاد هالشيء ما هو منشور راسه، هذا منشور دواش عليه. خليك هلا معاود، خليك. ما ادري وين صابني وين الوجع يما وين؟ الوجع الوجع هون هون، ما انا قادر احكي. اسمع اسمع اللي ودك اقول لك اياه، اسحك ودير بالك تلد وراك. خير وايش بيه؟ ما انا قادر احكي. وضح مختفي ورا رواق الشق، الحين تساعدني وتوصلني على الشق وتقعدني، وما عليك غيرك اللي سلامتك يمه، بعيد الشر عنك يمه، وانا اقعد عاتبك واقول لك لا ودك تترك الديره من غير ما تعلم الشيخ وافي.